احنا كنت نايمين انا واولادي وعيلتي كلنا بالبيت، فأنا لقينا الحريق، يعني الحريق فقنا على النار. بعد ما فقنا لقينا النار يعني من عند الباب هابة كتير، حاولنا بدنا نطلع ما حسنا، صرت نحمل الاحرامات اللي كنا مضغطين فيها ونطفي بالنار. ما طفت النار، النار كانت قوية كتير يعني. خفت النار شوي، حاولت انا تجاوزت النار وطلعت، انا صرت اعبي مي من الحمام وعيط للجيران وكب مي، والنار قوية. عيط لاولادي يطلعوا لمرتي من جوا، ما عم يسمعوني ولا انا احسن فوت عليهم. ونادي للجيران وعيط، تاخروا الناس لاجوا. بعدها ما عاد عرفت شو صار، لقيت حالي هون بالمشفى. حاولت انه اقدر اطلعهم، ما قدرت. يا ريت متت معهم، لو اعرف انه هيك بده يصير ما طلعت، ضليت معهم متت معهم، كان اريح لي، كان اريح بكتير. شبهت الحياة بعد ولادي. أكيد نحن بإسعاف الحوادث كل يوم نستقبل هيك حالات، بس اليوم كان الشيء الغريب أو الشيء المفجع يعني بصراحة، اللي هو حادثة الوفاة اللي صارت. يعني نحن وصلنا أول شيء مريض، على أساس إنه في مرضى جايين وراء، وصل المريض بحالة صدمة، على أساس إنه هو بس أذية استنشاقية نتيجة لهب. نحن قيمنا وضعه وعملنا له نحن الإجراءات الأولية، طبعاً بمساعدة أطباء الأذنية. ما في شيء حاليا من ناحيتنا، المريض حاليا بوضع جيد ولكن صدمه عاطفيه كبيره. يعني نحن باسمنا وباسم المشفى يعني نأسف كبير لخسارته، هالشيء اللي صار معه يعني جدا مفجع. كامل افراد العائله مع الاسف وصلوا فاقدين الحياه. نحن في فوج اطفاء دمشق تلقينا اخبار في تمام الساعه 23:59 دقيقه بنشوب حريق في منطقه حي الامين دوار الامين في أحد المنازل في الطابق الأرضي. على الفور توجهت زمرة من فوج إطفاء دمشق، تحديداً مركز الأمين، وهو لا يبعد أكثر من 200 متر عن مكان الحريق، وبدأت مباشرةً بإخماد الحريق. وبضعة قليلة جداً 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 من الزمن استطاعت أن تسيطر على الحريق وإخماده. الوفيات هم 5 وفيات، الوالدة و 4 أطفال.